السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، استكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة Advanced Immunohematology، ونكمل كلامنا النهاردة إن شاء الله في موضوعنا Weak D or Partial D. بعد ما اتكلمنا المقاطع اللي فاتت عن المشاكل والصعوبات اللي بيواجهها كل شخص شغال في الجزئية دي، وفي تحديد الـ RH للعينة اللي شغال عليها، كل ده كان من أهم الأسباب للاتجاه لموضوع الجينو تايبينج، وخصوصا لحالات الفيميلز، وده ممكن يقلل لنا من استهلاكنا للـ RH immunoglobulin. طيب بشكل عملي بقى، عندنا حالة هنا فيميل 57 سنة وعندها dehydration وhypotension وانيميا، والفصيلة بتاعتها positive RHD positive، ولما تعمل لها antibody identification لقوا عندها anti D. لما اتبعتت الحالة دي العينة بتاعتها للرفرنس لابوراتوري واشتغلوا العينة دي مع أكتر من reagent سواء في الإميديت سبين أو في الآيات، وكانت النتائج بالشكل ده. كلهم كانوا نيجاتيف في الإميديت سبين وبوزيتيف في الآيات، وكانوا شغالين بتيوب ميثود. وفي الجينو تايبينج كانت ويك دي، وطيب معين من الويك دي، والنوع ده من انواع البارشيال يعني ويك بارشيال، والنوع ده من الحالات اللي ممكن تكون انتي دي لو اتنقل لها كرات بوزيتيف، وده اللي حصل فعلا. والمفروض كانت تاخد الـ RH immunoglobulin قبل كده طبعا، مش دلوقتي، وكانت تتعامل كأنها حالة نيجاتيف لما تحتاج لنقل دم، وطبعا ده ما حصلش. طيب دي بالنسبة للحالة الأولى. عندنا هنا الحالة الثانية، حالة برضو فيميل 25 سنة وفي بدايات الحمل وقبل الولادة، اتعملت الفصيلة والـ RH وفي RHD discrepancy، وطبعا العينة اتبعتت للريفرنس لابوراتوري، عملوا نفس الوضع مع reagents مختلفة وفي الـ immediate spin وفي الآيات بالتيوب ميثود، وتقريبا نفس النتائج زي الحالة الأولى، نيجاتيف في الإميديت سبين وبوزيتيف في الآيات. وفي الجينو تايبينج كان ويك دي برضو بطيب معين، طيب تاني غير الحالة اللي قبله، ودي كده من الحالات اللي هي الويك دي اللي بيسموها ويك دي طيب 1، وهي بالشكل ده بوزيتيف عادي مفيش مشكلة، يعني مش من الحالات انه يتخاف ان هي تكون انتي دي لو نقلت كيس بوزيتيف، ومش هتحتاج ل RH immunoglobulin، وهنعملها ان هي RH بوزيتيف لو احتاجت للنقل. هنا بقى في الجدول ده لما قارنوا بين الحالتين والنتائج بتاعتهم، احنا كنا قايلين الاثنين نيجاتيف في الاميديت سبين والاثنين كانوا بوزيتيف في الايات مع نفس الريجنت. لما قارنوا بقى ما بين نتائج الحاله الاولى ونتائج الحاله الثانيه،
وبالسيرولوجي كان مستحيل انه يتفرق ما بينهم. احنا قلنا الاثنين نيجاتيف في الاميديت سبين والاثنين بوزيتيف في الايات. وقلنا ده ويك طيب معين وده ويك طيب تاني، وده فيه خوف ان هو هيتكون انتي دي انما التانية لا، لان الاولانية من انواع البارشيال ويك بارشيال، انما التانية من انواع الويك ويك دي. طيب في الظروف العادية ومفيش بقى جينو تايبنج زي ما حضراتكم شفتم كده الموضوع صعب جدا ازاي، لكن بشكل عام حالات الويك بنعتبرها نيجاتيف لو هو مريض او فيميل وهتحتاج ال Rh immunoglobulin، ولو متبرع زي ما حضراتكم عارفين بنعتبره بوزيتيف. طيب نقطة تانية بالنسبة لتحديد الويك رياكشن، ده بيكون بحسب المعايير اللي عند حضرتك. يعني في بعض الأماكن بيعتبروا في التيوب ميثود لو الرياكشن 1 بلس أو أقل إن هو كده ويك وإن هو كده نيجاتيف يعني أو ياخد نيجاتيف، وفي الجيل ميثود 2 بلس وأقل وكده بيعتبروا إن هو نيجاتيف يعني ياخد نيجاتيف يعني إن هو ويك. تمام كده؟ طيب بكده نكون وصلنا بفضل الله لنهاية موضوع ويك دي وبارشيال دي، وحاولنا بشكل مختصر كده نعلق على أهم النقط في الموضوع ده، ويا رب يكون وصل لحضراتكم بشكل ميسر. ونبدأ نعلق إن شاء الله بعد كده في موضوع جديد من الموضوعات المهمة الإيميونو هيماتولوجي، ونقف عند النقطة دي النهاردة، ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة. إلى أن نلتقي قريبا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.